Come again before we start. If you can move forward, brothers, starting the waiting outside, please. I'm placing live space. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير إنه على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخوة الإسلام هذه هي الحياة بين رغد العيش وقتله بين سعادة وسرور وشدة نسأل الله عز وجل أن تزول. هذه هي الأيام وهذا هو حال المؤمن بين خير أصابه وشر يصيبه ولا يكون ذلك إلا للمؤمن ولا بد للمؤمن أن يظهر شكراً عند السرور وعند الخير وأن يظهر صبراً عند المشقة وعند الألم وعند المصيبة التي ألمت بأمتنا جميعاً. So brothers and sisters, this is the nature of the human being, of the nature of this life. It's between good life and sometimes if you wanna call it miserable situation like the one that we are in right now. But at the end of the day, this is the affairs of the mu'min. If you are one of the real mu'min believers, you follow the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. But doesn't have to be bad thing. Can be good, and nobody knows except Allah subhanahu wa ta'ala. But at the end of the day, that is the same of the Prophet sallallahu alaihi wasallam when he said. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. So the Prophet صلى الله عليه وسلم is telling us in this hadith that it's really amazing that first of the mu'min, the believer, in all of his cases, situations, problems, afflictions, anything, he is close to Allah subhanahu wa ta'ala. If he gets something good from Allah subhanahu wa ta'ala, he is really thankful to him subhanahu wa ta'ala. You got money, you got kids, you got position, whatever you get, you show thank and great. You are grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. And this is the case of the mu'min, the believer. And on the other hand, when something bad afflicts him, musibah, afflicts him, he just shows patience. And he returns to Allah subhanahu wa ta'ala with a very strong weapon that
every believer has, but not everybody has. Even those people who are killing the Muslims day and night, they don't have this weapon. They don't believe, maybe. Allahu A'lam. I'm not one of those people who like to accuse others with iman or kufr. It's up to Allah subhanahu wa ta'ala, and that's the relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. I'm totally against this, to classify people. This is kafir, this is mu'min, it's not my way, and I don't adopt this. But at the end of the day, what I can make clear that everybody of us has iman in his heart, he has this weapon. As the Prophet ﷺ said in his hadith, وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءَ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. إخوة الإسلام, أسلحة كثيرة محيطة بنا. بداية يعني من الصعب, لم أتعرض في حياتي أن أتحدث إلى الناس وأنا في مثل هذا الموقف, ولم أكن يعني لا أريد أن أتحمل أو أن أتخلى عن المسؤولية وأن لا أخطو, ولكن لابد أن نتحدث ولابد أن نتفاعل مع ما نحن فيه, وإلا نكون على غير قدر أو لسنا على قدر المسؤولية. إذن أسلحة كثيرة نراها تحيط بنا, لا نمتلكوها ولا نسأل الناس أن يمتلكوها ولا نسأل أحداً أن يقتل أخاه المسلم, وإنما ما نسأل عنه أن نرجع جميعاً إلى سلاح نجى الله به تبارك وتعالى أنبياءه الكرام من أعدائهم. سلاح نجى الله به نوحاً من قومه, نجى الله به موسى من فرعون, نصر الله به محمداً صلى الله عليه وسلم على قومه وعلى غيرهم. So what came to my mind this morning is to remind myself and to remind all of my brothers about something that if we keep doing, and some of us, they have these sincere hearts, Allah subhanahu wa ta'ala will help us in this hard situation. Allah subhanahu wa ta'ala is testing us with this for sure. يعني لا يتمنى الله هذا الدين. Allah subhanahu wa ta'ala will perfect this religion no matter what other people is doing. This is what Allah subhanahu wa ta'ala takes on himself. It has to be perfected one day. But again, maybe we are not ready to that, or maybe we are not sincere enough when we are making dua day and night. Everybody was making dua during Ramadan for the benefit of the whole ummah, for his own benefit. But at the end of the day, some people, they just say the dua. Listen to the dua and say, Alhamdulillah, or Ameen, or whatever it is. But it doesn't touch your heart. You don't feel what you are saying. You don't know much about the ability of dua. And this is what the Prophet ﷺ said in his hadith, as reported by Sayyidina نعمان بن بشير رضي الله عنه, يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. إذن so the weapon that everybody has and everybody has to use to help our Muslim brothers and sisters everywhere in the whole world is to resort to Allah subhanahu wa ta'ala. He is the only one who can help us in this tough situation to make dua. But how should I make dua? And what are the etiquettes and the regulations of making dua to Allah subhanahu wa ta'ala in order to have your dua acceptable, inshallah, tabarak wa ta'ala. Allah tabarak wa ta'ala yaqul, وَقَالَ رَبُّكُمْ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من جهنم ما قرب إليها من قول أو فعل محمد. So Allah subhanahu wa ta'ala is telling you, just make dua, invoke me, and then I will respond to you. But you have to be present. Your heart has to be there. First, أول أمر لا بد أن نعيه جميعا هو أنك حينما تدعو الله تبارك وتعالى عليك أن تتخير أوقاتا طيبة. حثنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو الله فيها. الدعاء يعني في أوقات معينة
يقبل بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اليوم العظيم يوم الجمعة فيه ساعة لا يتقرب العبد فيها إلى الله تبارك وتعالى بدعوته إلا أعطاه الله إياه، بين أذان وإقامة. كلنا يجلس بين الأذان والإقامة يتحدث إلى غيره، يضيع الوقت حتى تقام الصلاة أو يقام إلى الصلاة ويصلي ويذهب مسرعاً، ونسينا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. الثلث الأخير من الليل الذي انتبهنا إليه جميعاً، الكل منا انتبه إليه في رمضان وفي العشر الأواخر من رمضان، ولكن بعد رمضان كلنا يغط في نوم عميق ولا يدرك أهمية هذا الوقت الذي ينزل فيه رب العزة سبحانه إلى السماء الدنيا وينادينا جميعاً: هل من سائل فأجيبه؟ هل من داع فأجيبه؟ سائل فأعطيه؟ مستغفر فأغفر له؟ And the first thing that we have to pay attention to is to make dua or to pick the time in which you make dua to Allah subhanahu wa ta'ala, to a Muslim brother and sister. Because the Prophet ﷺ told us in many of his hadith about certain times in which the dua, inshaAllah, will be acceptable. First thing, the Prophet ﷺ said that the dua cannot be rejected at all between the adhan and the iqamah. So you came to the masjid, you listen to the adhan, you pray your sunnah, and you make dua to Allah subhanahu wa ta'ala until the iqamah. Saying the Prophet ﷺ, your dua will be accepted, inshaAllah, or acceptable, inshaAllah. Number two, the last third of the night, as we said and we clarified before, about the importance of this time. Everybody sleeping. Everybody except those who are in this hardship, they don't sleep. But we are asleep. We sleep, we don't care sometimes. But again, it is every day, it's not only in Ramadan, as we said before. The last third of the night, Allah subhanahu wa ta'ala is close to you and He's asking you to make dua. Just make dua and your dua will be acceptable, inshaAllah tabarak wa ta'ala. And number three, this day, the day of Friday, the Prophet ﷺ is telling us that there is 1 hour, and he didn't specify the hour in order to encourage us to work more, as much as we can, to make as much as we can of the dua in this great day. Any dua you make to Allah subhanahu wa ta'ala in this day will be acceptable, inshaAllah, in this sa'ah, the hour in which the Prophet, about which the Prophet ﷺ told us. ليس هذا فقط، وإنما هناك أوقات يستحب فيها الدعاء، أوقات شريفة حثنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم. رجل مسافر دعاؤه مستجاب، رجل صائم دعاؤه مستجاب عند فطره، رجل يسجد خاشعا خاضعا لله تبارك وتعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثر الدعاء. So number two is to pick and to focus on the good situation in about which the Prophet ﷺ told us that in this situation your dua will be acceptable. The Prophet ﷺ said that three people, their dua will be acceptable. The traveler, person who is traveling, make dua, increase your dua. The person who is fasting, when he is breaking his fast in Ramadan or outside Ramadan, his dua is acceptable, inshaAllah. And the person who is making sujood to Allah subhanahu wa ta'ala, about this situation the Prophet ﷺ said, the dearest, the nearest, the slave is to his Lord, is when he is making sujood. Then increase your dua. Make as much as you can of dua when you are submitting yourself to Allah subhanahu wa ta'ala, prostrating yourself to Allah subhanahu wa ta'ala. أكثر الدعاء. But in Islam, كثير من الأداب افتتاح الدعاء بحمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه. الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور التي يستجاب بها الدعاء. رفع اليدين، الضراعة إلى الله تبارك وتعالى. ولكن من أهم هذه الأداب هي الإلحاح على الله تبارك وتعالى في الدعاء. لا تقل لا يستجاب لي فلما أدعو، وإنما
هي لله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى سيستجيب لك. إن لم تكن بهذه الدعوة أو بهذا الأمر المحدد الذي تسأل به فيستجيبها لك ربك سبحانه وتعالى بشيء آخر، إما يدخرها لك في الآخرة وإما يزيل عنك من الشر مثلها. هكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. So brothers and sisters, many other etiquettes. I'm just picking few of them. But many other etiquettes of dua that we should consider when we're making dua to Allah subhanahu wa ta'ala, like you open your dua with praising Allah subhanahu wa ta'ala, sending peace and blessing upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam, raising your hand in your dua. But one of the most important etiquette of dua is to repeat your dua. Do not get despaired that saying that I did too much dua and I never get answered. No, don't say that. As long as your heart is there and you are sincere in your dua and you are making dua to other people with a sincere heart, Allah subhanahu wa ta'ala will accept your dua and your dua will be answered somehow. It doesn't have to be the same thing that you asked for. Can be something that Allah subhanahu wa ta'ala reserved for you in the hereafter, inshallah, tabarak wa ta'ala. It can be something that Allah subhanahu wa ta'ala, something bad is going to happen to you or to your family, and Allah subhanahu wa ta'ala will eliminate this thing from you and from your family. اخوتي في الله، يعني ما نحن فيه الآن يحتاج إلى هذا الأمر منا كلنا، يعني يركز في الأمر ويتخيل أنه في هذا الموقف، فسنكون فيه يوما ما، ليس منا بعيد عن ذلك، وإنما كلنا بيده أن يدعو لإخوته لإخوانه لأخواته في الله تبارك وتعالى أن ينصرهم الله تبارك وتعالى، أن يثبتهم الله تبارك وتعالى، وأن يزيل هذا الغم والهم عن الأمة بأسرها. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. رسالة لبعض من الإخوة الذين ربما قادهم اختلافهم السياسي مع فصيل ما إلى التغاضي عن عظم ما يحدث. لا ألوم على أحد أن ينتمي إلى فصيل، أن ينتمي إلى مجموعة، أن يعتقد اعتقاداً ما طالما أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهذا الاعتقاد يخرجه من الملة. لا ألوم عليه، يدعم هذا يدعم ذاك، يختلف مع هذا يختلف مع ذاك، ولكن لا ينبغي أن يصل بنا الأمر أبداً إلى أن نرى في الموت شيئاً هيناً، أن نرى أناس من خيرة من أنجبت الأمة يموتون أمام أعيننا ثم نلومهم على موتهم، ثم نتجرأ على أنهم هم أنا لا أتحدث عن اختلاف سياسي، دع ذلك جانباً، وإنما أتحدث عن دم أمامنا، عن إخوان لنا ماتوا نراهم ولا يستطيع الإنسان منا أن يدقق النظر من بشاعة ما يرى، ثم تتحدث إلى إنسان والله أنا لا أرى في ذلك إلا أنهم هم المتسببون. متسببون في أي؟ مئات ربما آلاف، الله أعلم بالعدد، يموتون بين أيدينا. دع ذلك، انسى هذه الغشاوة عن قلبك، ارجع إلى ربك سبحانه وتعالى وانظر إلى ما حولك، دع كل ما في قلوبنا. بعض الناس قد طبع الحقد على قلوبهم ولا يرون في ذلك مأساة، لا يرون أنهم مسلمون يموتون أمام أعينهم وهم ليسوا هنا. أستحلفكم جميعاً بالله
أن تحكموا ضمائركم. ورسالتي لكل من يسمعني هنا وفي أي مكان كان، وبلغوا عني، لا أتحدث عن سياسة، وإنما أتحدث عن قتل امرئ مسلم بغير حق. أي هذا الحق الذي يعطيه إنسان لإنسان ليقتل أخاه المسلم؟ اتقوا الله عز وجل إخواني وأخواتي، لا تدعوا عصبية لأمر أو لفصيل ما تقودنا جميعا للعنة لا يتحملها أي منا. عذرا على ما أنا فيه، ولكن الكل يعلم أن ما نحن فيه أمر لا يطاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واعذروني أنني حتى لن أترجم ما قلته بالعربية، فكلنا يفهم ما أقول وكلنا يدرك ما أرمي إليه. توجهوا إلى الله عز وجل، أخلصوا النية لله تبارك وتعالى. إخوانكم لا يحتاجون منكم شيئا، لا يحتاجون إلى أموالكم التي أغدق الله عليكم بها، والله لا يحتاجون منا شيئا إلا دعاء بقلوب مخلصة أن ينصر الله تبارك وتعالى إخواننا في شتى بقاع الأرض، وأن يثبت أقدامهم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أنت على كل شيء قدير، أخرجنا من هذه الفتنة، أخرجنا من هذا البلاء، أخرجنا من هذا الظلم. اللهم يا رب تقبل شهداءنا في شتى بقاع الأرض. اللهم يا رب انصر إخواننا المستضعفين في شتى مشارق الأرض ومغاربها، ثبت أقدامهم يا رب، انصرهم على عدوك وأعدائهم. اللهم يا رب ثبت أقدام إخواننا يا رب كلهم، ولا تكن عليهم يا رب يا كريم، كلهم ولا تكن عليهم يا ربنا، لا نشكو إلا إليك، فأنت القادر على كل شيء. يا رب ثبت أقدامهم يا رب، أزل هذه الغمة وهذه المحنة، ويسر لديننا أمر رشد. اللهم يا رب يسر لديننا أمر رشد، اللهم يا رب يسر لديننا أمر رشد، قائدا يجمعنا جميعا على لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إنا نسألك ألا تؤاخذنا بتقصيرنا، وأن تغفر لنا تقصيرنا تجاه إخواننا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. ربنا هذه ساعة إجابة، ربما ربنا هذه أو هذا يوم الجمعة فيه ساعة إجابة، نسألك ربنا إن كانت هذه الساعة أن تزل هذه الغمة عن الإسلام والمسلمين. اللهم أزل هذه الغمة عن الإسلام والمسلمين. اللهم أنت القادر على كل شيء وإليك المشتكى، انصرنا وانصر إخواننا في شتى مشارق الأرض ومغاربها. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقت الصلاة.